وإلى بيروت، حيث أقيمت أمسية شعرية مهداة إلى روح صاحب كتاب صنعاء والعاشق الأزلي لها الراحل الدكتور عبد العزيز المقالح. أمسية شعرية مهداة إلى روح من وهب اليمن والوطن العربي نبضه وفكره وملأهما كلمات وقصائد تمضي مع الأجيال، الراحل الكبير الشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح. الأمسية أقيمت في دار الندوة في بيروت بمشاركة حشد من الأدباء والمفكرين والمهتمين الذين استذكروا بعضا من أعماله. كثيرة هي الجوانب التي يمكننا التطرق إليها في الكلام على شخصية عبد العزيز المقالح، وإذا كان قد برز وعرف أولا بكونه شاعرا وناقدا، فإنه إلى ذلك صاحب تجربة نضالية، صاحب تجربة فكرية سياسية طويلة. في تجربته السياسية النضالية كان المقالح من أبرز المتحمسين لقيام الثورة في اليمن ومن أبرز المنخرطين في صفوفها. مقالح، أنت تدري، نحن ندري بما يجري، فعالمنا يغور، فلا اليمن السعيد غدا سعيدا، وأرض الخير قد بدأت تبور. أتى من جاهليته إمام، هو الويل المدمر والثبور. فوا يمناه كم عانت وعانت، إمام جاهل والعلم نور. امسحوا دمعكم كذب الواهمون ولو صدقوا، فالذي كان يوم بكينا معا لم يكن مأتمه، كلما جاء صبح نرى وجهه، كلما أخذتنا الحروف إلى نجمة في سماء الكلام نرى وجهه ونرى أنجمه جالسا فوق عرش يلوح للساهرين على ضوء أبياته ويتمتم إحدى قصائده، كان منا وفينا وظننا فهمناه، لكنه ساحر وسنبقى زمانا نسافر في كتب السحر كي نفهمه. عبد العزيز المقالح لشدة شعوره الحاد والمرهف بأن الموت يجب أن يأتي في مكانه تماما، مات في اللحظة التي شعر فيها بأنه لم يستطيع، لم يعد قادرا على احتمال كل هذه الجراح التي تنزف من شرايين اليمن. هذا الموت كان شبيها، أو هذا العقد الذي أقامه المقالح مع الموت كان عقدا بالتراضي، حيث يتنازل عبد العزيز المقالح عن جسده للموت، فيما الموت يعطي لعبد العزيز المقالح روحه وخلوده الأبدي. اليوم نحن نجتمع في هذه الأمسية من أجل الفقيد الراحل الدكتور عبد العزيز المقالح الذي اتسمت شخصيته بالمواقف الثابتة والمنحازة إلى الوطن، مدافعين عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ووحدتنا اليمنية الخالدة، وعن نظامنا الجمهوري، ومنقارعا للإمامة ومشروعها الكهنوتي السلالي. وكان له شرف إعلان أحد بيانات ثورة 26 سبتمبر الخالدة التي قضت على عهد التخلف الإمامي، وكما كان زميله ورفيقه دربه الشهيد علي عبد المغني أيقونة الثورة، وعنوانها كان المقال شاعرها الموثق لأدق تفاصيلها، وكان واحدا ممن ساهموا في تشكيل الهوية الوطنية على أساس من نضالات اليمنيين. من دار الندوة في بيروت، تحية إلى الرجل الذي ملأ الدنيا شعرا وأدبا في أمسية تكريمية قدمتها الإعلامية والشاعرة السورية نوال الحوار. مجدلين عيد، اليمن اليوم، بيروت.